يمثل العاشر من فبراير ذكرى سعيدة لأنصار وعشاق نادي الزمالك لتتويج فريق الكرة بالنادي بالسوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الأهلي بدولة الإمارات العربية المتحدة. العاشر من فبراير من عام 2017 كان شاهداً على لقاء القمة المصرية بين القطبين الزمالك والأهلي على لقب السوبر المحلي، ونجح أبناء ميت عقبة في حسمه لمصلحتهم في النهاية إثر ركلات الترجيح بنتيجة 3-1. وابتسمت ركلات الترجيح لنجوم الفن والهندسة بعد سيطرة التعادل السلبي على نتيجة الأشواط الأصلية والإضافية، واستطاع محمد حلمي المدير الفني للزمالك وقتها من قيادة الفارس الأبيض لتتويج تاريخي على حساب الغريم التقليدي. ونجح محمود جنش في التعملق خلال ركلات الترجيح ومنح فريق الزمالك الأفضلية في عناق الكأس، وسجل في ركلات الترجيح للزمالك كل من باسم مرسي وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت. عاش الزمالك بتاريخه وألقابه وإنجازاته الخالدة على مدار الدهر.